لف الاقتصادي يتبعه في الحالة. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان موردي وتجار الأدوية والصيدليات والمخازن من التلاعب بأسعار الأدوية. دعت الوزارة كافة تجار وموردي الأدوية إلى الحفاظ على استقرار أسعارها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر. حسب البيان، ستعمل الوزارة على تكثيف الجانب الركابي والنزول الميداني للصيدليات والمخازن الخاصة ببيع الأدوية لضبط أي مخالفات سعرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. شكلت السلطة المحلية في محافظة الحديدة بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية لجان ميدانية لمراقبة الأسعار وخصوصا المواد الغذائية من خلال النزول الميداني إلى المحلات التجارية وتحرير مخالفات سعرية بأصحاب المحلات المخالفة سعريا وإحالتها للنيابة العامة. وفي اجتماع طارئ لتجار الحديدة والغرف الصناعية، تم مناقشة محاولة بعض المغالين من التجار رفع أسعار المواد الغذائية، وأقر الاجتماع الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وضبط التجار المغالين في الأسعار. وحذرت السلطة المحلية أصحاب المحلات من محاولة التلاعب بأسعار المواد الغذائية في الأسواق. ناقش اجتماع للجنة التموينية بمحافظة عمران برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جمعان آليات العمل الخاصة باستقرار أسعار المواد الأساسية السلعية والعمل على توفيرها في الأسواق. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والسبل الكفيلة بمحاربة الأعمال المخالفة في أقوات الناس وضبط أعمال الاحتكار لرفع الأسعار والتلاعب بها. تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في الأمن ومكتب الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية بضبط الأسواق والمتلاعبين. واستعرض المجتمعون خطة المهام للفترة المقبلة، خاصة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة بما يضمن تأمين الوضع التمويني.